بسم الله الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم، اسعد الله مساءكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير ومحبه وسرور. اهلا ومرحبا بكم هنا من ارضيه ميدان المرموم، المرموم 2014 وختامي المرموم الذي يختلف عن بقيه السنوات الماضيه. هذا الميدان الذي شهدنا واياكم الاحداث الجديده التي ظهرت في هذا الموسم، موسم 2014. نبدأ ونتعرف على شوطنا الثاني عشر، وهو شوط مفتوح كذلك خصص لفئة القعدان الحقائق. نبدأ مع البداية ومع الصدارة، شعار بن منانة مع المركز الأول مع المفتي سالم بن سعيد بن منانة الكتبي مع المقدمة ومع الصدارة. يليه من الجانب الأيمن الدخول من الجانب اليمين، هنا التدخل في هذه اللحظات، التدخل هنا مشاهدين الكرام من شاهين لمحمد بن راشد بن زيد بن ديله المري، ولكن من الجانب الأيمن دخول من حفيت من يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، العتيق بن محمد بن زيتون المهيري من يتواجد مع المركز الثالث، ولكن هناك الدخول من الجانب الأيمن. من الجانب اليمين تدخل مشاهدين الكرام، ولكن هنا الدخول من سراب اشطيط من سالم بن راشد الكتبي، وعلى المركز الرابع الخامس أو المركز الخامس هنا الدخول من المتحد عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري. هناك من الجانب الأيمن تدخل مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل، هنا الدخول من الحنيش حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري من يتواجد هنا مع المركز الرابع. نعود ونتابع المركز السادس، على كل حال من يحتل المركز السادس يتواجد هنا مشاهدين الكرام شديد صالح بن عبيد بن محمد العامري، وعلى المركز الخامس أو المركز السابع يتواجد هنا على المركز السابع براق سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي، وعلى المركز الثامن التواجد هنا مشاهدينا الافاضل من شاهين علي بن حاضر بن فارس المزروعي، وعلى المركز التاسع 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 يتقدم هنا مشاهدينا الكرام هملول لعيسى بن خميس بن شلبود الخيالي من يتواجد مع المركز التاسع. أما المركز العاشر فيتواجد هنا الغزال المبارك بن محمد بن نصرة العامري. هذا هو ندانا، هذا ندانا مشاهدين الكرام للمراكز العشرة الأولى المتقدمة. نعود إلى البداية، البداية مشاهدين الكرام، هناك مشاهدين ومتابعين الكرام أيها الإخوة، المركز الأول والمقدمة لا زالت الأمور هنا مع سراب اشطيط من سالم بن راشد الكتبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله، هذا هو سراب 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 1200 1200 على السيارة والناموس. يا سلام المقدمة هنا مع اشطيط من سالم بن راشد الكتبي مع سراب، هنا بن منانة يتحدى هنا مع المركز الثاني ورافع راية رمز الذي فاز معنا برمز القعدان الحقائق في هذه الأمسية. هنا يتواجد هنا سالم بن سعيد بن منان الكتبي مع المفتي المفتي، ولكن هنا التقدم التقدم في هذه اللحظات من شاهين علي بن حاضر بن فارس المزروعي، وعلى المركز الرابع القدوم والوصول هنا من المتحد عبد الله بن علي بن حمد ألف هيدا المري، وعلى المركز الخامس يتقدم هنا ناترس من يتواجد مع المركز الخامس لمحمد بن الخيرة بن عزيز الشريفي من يتواجد مع المركز الخامس، وعلى المركز السادس هنا التواجد مشاهدين الكرام من قبل حشيم راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري، ولكن خلاص نعود وإياكم نعود إلى سراب سراب مشاهدين الكرام، سراب مع المقدمة سراب وبن منانة بن منانة قادم، ولكن سراب اشطيط بن سالم بن راشد الكتبي سلام راعي سراب سلام. هذا هو سراب لا زال متمسك بالصدارة رغم المحاولة هنا من شعار المتحدي على المركز الثاني، ولكن سراب
سراب مع المركز الأول، سراب شطيط بن سالم بن راشد، الكتبي مع الناموس، سلام سلام سلام، تحياتنا وسلام له لراعي سراب شطيط بن سالم بن راشد الكتبي، نهنيه على فوز سراب بالمركز الأول ويحمل رقم واحد، وهو من فاز معنا برقم واحد في هذا الشوط، سلامنا وتحياتنا بهذا الناموس وانتزاع لسيارة هذا الشوط. المركز الثاني يصل شاهين أو هنا المفتي لسالم بن سعيد بن منان الكتبي، والمركز الثالث يصل على المركز الثالث مشاهدين الكرام المتحد عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري، والمركز الرابع الوصول من الغزال المبارك بن حمد بن نصر العامري، أما المركز الخامس فيتواجد نجد لحمدان بن مسلم بن سعيد الدرعي. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول سراب إلى خط النهاية حامل ومسجل رقم واحد، وهو من فاز معنا برقم واحد في هذا الشوط، نهنيه على انتزاع سراب بسيارة هذا الشوط وفي ختامي المرموم 2014. لحظة وصول سراب إلى خط النهاية مشاهدين الكرام مع مخرجي وهذا النقل الحي والمباشر، نتابع وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه هي لحظة وصول سراب إلى خط النهاية، قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدر 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لشطيط بن سالم بن راشد الكتبي على هذا الناموس وعلى انتزاع سراب بسيارة هذا الشوط. المركز الثاني يصل مشاهدينا الكرام المفتي، يقطع المسافة في زمن وغدر 6 دقائق 6 دقائق 7 ثواني 5 أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت المفتي، تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن منان الكتبي. أما المركز الثالث فيصل على المركز الثالث مشاهدين الكرام المتحد، يقطع المسافة في 6 دقائق 8 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك المتحد بهذا الناموس عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.